ده مهم ايه؟ ده مهم مش بس للبطوله ديت، ده مهم كمان للاهم، ده اهم كمان حاجه ان شاء الله الوصول لكاس العالم. عندنا مباراه فاصله امام المنتخب السنغالي، حضراتكم كمان تابعتوا منتخب السنغال وهو طبعا بيفوز على غينيا الاستوائيه 3-1، لكن صدقوني بهذه الروح وبهذا الاداء وهذا الالتزام والروح القتاليه لاخر دقيقه، انا بقول ان شاء الله باذن الله منتخب مصر الحائز على الثامنه الافريقيه والاستمراريه ان شاء الله امام السنغال في التصفيات النهائيه المؤهله لكاس العالم. انا ان شاء الله متفائل جدا جدا، والتفاؤل دوت زي ما بقول لحضراتكم انا باخدها، انا عشت في الملاعب، يعني انا قعدت في منتخب مصر 15 سنه ومر علينا حاجات كتير جدا، شفت قد ايه كانوا احنا رجاله في الملعب والروح عاليه، مش داخل الملعب بس، الروح العاليه دي ما بتجيش قبل الماتش بدقيقه، الروح العاليه والقتال ده بيتحضر له من ايام، اللمه بتاعت اللعيبه انا متاكد منها، والكلام عن المباراه انا متاكد منه قبل المباراه، لان الناس بتقول الروح عمر الروح ما بتيجي في الملعب. لو انت مش محضر كويس قوي اولا للشكل الفني والشكل الادائي والتكتيكي ده تمام، لكن لو مش محضر نفسك انت ما بينك وبين نفسك نمره واحد، ما بينك وما بين زمايلك نمره اتنين، ما بينك وما بين الجهاز الفني واللعيبه كلها بتقعد مع بعض ويبداوا يتكلموا اللي جاي، ده اعتقد هو دوت سر النجاح. ان شاء الله باذن الله يستمر هذا التكاتف، وانا بقول لحضراتكم إذا استمر المنتخب بهذه الروح القتالية، ودايما بقول الروح القتالية في الأول، وهذا الالتزام التكتيكي على مستوى عالي جدا، عايزين كمان ندي كروش حقه لأن من خلال المباراة أداها أداء أكتر من رائع، من التغييرات، من رؤيته للأداء التكتيكي للمنتخب المغربي، إزاي يتعامل مع أنه يوقف لعيب كبير جدا زي أشرف حكيمي بشكل تكتيكي أكتر من رائع، كمان ندي له حقه زي ما انتقدنا كيروش امام مباراه نيجيريا، لازم نديله حقه ان هو ادى مباراه اكتر من رائعه، مباراه ساحل العاج فريق كبير، مباراه المغرب فريق كبير، ودايما بيكون في يعني شد وجذب في مباراه مصر مع المغرب او الجزائر او تونس، لكن زي ما بقول لحضراتكم خلاص عدينا دلوقتي موجودين امام منتخب الكاميرون في 98، عدينا ساحل العاج، قابلنا بوركينا فاسو قبل النهائي وكان اصحاب الارض، النهارده بنتكلم ان احنا نقابل كمان اصحاب الارض المنتخب الكاميروني، اكيد مباراه صعبه لكن صدقوني ان شاء الله باذن الله لو حافظنا ومسكنا بايدينا وسناننا على الروح ديت والقتال دوت والاداء الرجولي بما يليه الاداء التكتيكي والالتزام و ان شاء الله باذن الله نكون موجودين في النهائي. الف مبروك مره ثانيه لكل الشعب المصري، للاعبتنا، للجهاز الفني، وباذن الله الثامنه مصريه.